التواصل يستمر مشاهدينا الكرام، والانطلاقات متواصلة على بركة الله. أعلنت انطلاقة مشاهدينا الكرام شوطنا السادس عشر وشوطنا السادس عشر الحامل في تحدياته الجعدان الإذاعة المهجنات الأصايل الستة كيلومترات الحاضرة في هذه الأمسية التراثية. نبدأ مع البداية، نسير مع مجريات هذا الشوط ونتابع مقدمة هذا الشوط. هناك من يتقدم الحذر، سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي من يقدم لنا الحذر على بداية هذا الشوط. المركز الثاني هناك سنجار علي بن صالح بن جابر الجابر المري ثانيا، والمركز الثالث ثالث المراكز هناك القادم مبلش علي بن عاضة بن علي البريص المري مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز القادم الواعي خليفة بن حمد بن سليم الاكتبي مع المركز الرابع. المركز الخامس خامس المراكز وتابع الشقردي عبيد بن مصبح بن عبيد العميمي يتقدم على المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز وتابع القادم هناك على المركز الخامس بتحديات ايضا متميزة وبأداء رائع هذا اللي قادم. المركز السادس سادس المراكز او تابع القادم القادم بتحديات ايضا الجوكر محمد بن علي بن محمد المنصوري والقادم. هناك وتابع القادم مشاهدينا الكرام بالتحديات متميزة وأداء رائع. هناك الواصل بهذا الأداء المتميز، يا سلام. هناك الواصل أيضا بتحديات الرمح، يا سلام يا سلام يا سلام. مكتوم بن الشيبة السبوسي يتقدم مع الرمح على المركز السابع. النقلة مع المركز الثامن ثامن المراكز وتابع القادم هناك قاصد طالب بن محمد بن طالب العامري يتقدم تقدم رائع على المركز الثامن والمركز التاسع. تاسع المراكز من الجانب الآخر هناك أيضا القادم بالتحديات متميزة وداء رائع. هناك وتابع الأسماء وتابع الشعارات وتابع سن الإذاع وسن الإبداع والإمتاع. هنا الإمتاع على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات، هذا الميدان الذكي التي تنطلق من خلاله أيضا الأصايل. وهذا هو أيضا غالب غالب يتقدم محمد بن ناصر بن العوضي بن يحيى المنهالي يتقدم مع غالب في هذه اللحظات. وهناك القادم بدران سالم بن حمد العامري يتقدم مع بدران على المركز التاسع والمركز العاشر. عاشر المراكز يعود قاصد طالب بن محمد بن طالب العامري. هكذا النتيجة هكذا النتيجة، عشرة مراكز عشرة نجوم تتواصل في هذا التحدي الرائع. ولكن لنعود مع البداية، لنعود مع الحذر، الحذر على المركز الأول. وحذاري من الحذر سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي يقدم لنا الحذر على بداية هذا الشوط. المركز الثاني ثاني المراكز هناك مبلش علي بن عاضة بن علي البريص المري يتقدم مع مبلش هذه السلالة المتميزة. هنا ثانيا والمركز الثالث ثالث المراكز هناك الواعي خليفة بن حمد بن سليم الاكتبي ثالثا. المركز الرابع رابع المراكز هناك الجوكر محمد بن علي بن محمد بن علي المنصوري رابعا. والمركز الخامس خامس المراكز بدران سالم بن حمد بن خويدم العامري يتقدم خامسا. النقلة مع المركز السادس سادس المراكز القادم سنجار علي بن صالح بن جابر الجابر المري مع المركز السادس. المركز السابع سابع المراكز مكتوم بن الشيبة السبوسي يتقدم ضمن هذه المنافسات الكبيرة والرائعة هنا على أرضية هذا الميدان. يا سلام، هناك يقدم لنا الرمح. الله 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 يا المنافسات، الله يا التحديات، الله يا الإبداع في هذا السن سن الإذاع. وهذا هو القادم بتحديات غالب محمد بن ناصر بن العوضي بن يحيى المنهالي. والمركز هناك وتابع التاسع القادم بتحديات قاصد طالب بن
محمد بن طالب العامري والمركز العاشر، عاشر المراكز. هناك سلاب علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظهري. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، عشرة مراكز، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع البداية المنعطف الأخير، المنعطف الأخير. نقول الاثنين كيلومترات، هذه هي البوابة، هذه البوابة إلى الفوز، إلى الناموس، إلى التحدي، إلى السيارة. تنتظر الفائز بالمركز الأول، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع البداية. اللي غير هناك، اللي غير مبلش، مبلش مبلش غير الصدارة، علي بن عاضة بن علي البريص المري يتقدم مع مبلش على بداية هذا الشوط. المركز الثاني هناك بدران، بدران سالم بن حمد بن خويدم العامري يتقدم مع بدران، ولكن المركز الثالث هناك سنجار يبيل مراقبة، علي بن صالح بن جابر الجابر المري ثالثا. والمركز الرابع، رابع المراكز، هذا اللي وصل، هذا اللي وصل، هذا اللي تقدم غالب، غالب غالب غالب، محمد بن ناصر بن العوضي بن يحيى المنهالي رابعا. والمركز الخامس هناك قاصد طالب بن محمد بن طالب العامري. يا سلام يا سلام يا التحديات، ولكن وصلكم، وصلكم بمحسن، وصلكم بمحسن غيد محسن بن علي بن محمد الوهيبي. يا سلام يا سلام، وصلكم مع غيد، ولكن ولكن نعود مع البداية، نعود مع التحدي، نعود مع الإثارة. مبلش مبلش على مقدمة هذا الشوط، مبلش على القيادة وعلى الريادة. هناك أيضا بتحديات علي بن عاضة بن علي البريس المري. يا سلام يا سلام يا سلام، والقادم هناك، القادم غالب، غالب ولا مبلش؟ يا سلام، وغيث، غيث قادم، يلا يا ابو محسن. هناك القادمين، القادمين في هذا التحدي الرايع، 800 متر الأخيرة والخطيرة في هذا الأداء المتميز، الأمتار الأخيرة. ولكن غادر، غادر مبلش، غادر مبلش بتحديات هذا الشوط، بالمنافسات، بالأيضا الأداء المتميز. مبلش على البداية، علي بن عاضة بن علي البريص المري من المملكة، من المملكة العربية السعودية، بتحديات مبلش، بأداء مبلش. ومشكور يا راشد يا بن حلفان على هذه القيادة الرائعة. هذا هو مبلش بدون أي منافس، بدون أي منازع، يغرد يغرد خارج السرب بتحديات متميزة، بأداء رائع. الله الله، باعد المسافة، باعد المسافة في الأمتار الأخيرة، في الأمتار الخطيرة. هذا هو مبلش، هذا هو مبلش، هنا على أرضية ميدان المرموم إلى المملكة العربية السعودية. تهاني والناموس لمالك مبلش علي بن عاضة بن علي البريس المري. مشكور يا بن حلفان على هذه القيادة الرائعة. المركز الثاني كان في غالب مشاهدينا الكرام محمد بن ناصر بن العوضي المنالي، غيث يأتي ثالثا محسن بن علي بن محمد الوهيبي. والمركز الرابع، رابع المراكز كان في مهند سالم بن عبد الله بن علي البطين المري. والمركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الكرام شمردل سعيد بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي. هكذا التحديات، هكذا الاداء المتميز. هذا هو توقيت مشاهدينا الكرام، 9-3-6 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك مبلش علي بن عاضة بن علي البريس المري، وسلامات لاهالي المملكه العربيه السعوديه على هذا الفوز والانتصار. مشكور يا بن حلفان. المركز الثاني كانت تحديات متميزه بتسع دقائق 8-8 اجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لمالك غالب محمد بن ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي على هذا الفوز والانتصار. غيث يصلنا مع المركز الثالث بتحديات أيضا محسن بن علي بن محمد الوهيبي، 9 دقائق 9 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.